ماذا قال المختار السوسي عن فرنسا؟ كما تعلمون، المختار السوسي كان من بين رجال المغرب الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي، لكنه كان يحاول ما أمكنه الابتعاد عن السياسة والاهتمام بالدين والعلم والتربية. ورغم ذلك تم اعتقاله، وعندما تم اعتقاله ابتسم في وجه المخبرين وأعوان الاستعمار، وكتب في مذكراته بيت الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. وكتب أيضا فيما بعد قول الشاعر: وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترق.